ابدا امتى كل حاجه تقدر تقول عليها النهارده حصلت في مباراه ليفربول وليدز يونايتد. استنينا كلنا موريسيو بريسيا يطلع لنا من تحت علشان خاطر نشوف الابداع ونشوف الامتاع اللي يعمله مع ليدز. مباراه بين فرقه طالعه من الشامبيونشيب وبطل الشامبيونشيب زي ليدز وبتلعب قدام ليفربول بطل الدوري الموسم اللي فات. كان منتظر المباراه تكون وان سايد جيم، بس الكلام ده ما ينفعش مع موريسيو بريسيا. ما ينفعش اساسا ان بريسيا يلعب في الدوري من غير ال 4-1-4-1 بتاعته، بس اللي كان ينفع ان يورجن كلوب ال 4-3-3 بتاعته تكون ممتازه جدا، و 4-3-3 تكون اللعيبه واضحه معالمها جوه الملعب في الشوط الاول وضغط عالي جدا على لعيبه ليدز يونايتد، علشان خاطر كلوب عنده يقين كويس قوي ان موريسيو بريسيا عمره ما هيتخلى على فكره ان هو يحاول يبني من تحت. فلما دايما كان بيحاول يبني من تحت كان بيلاقي في ضغط عالي قوي من ماني وصلاح وفيرمينيو، وتحتهم كنا بنلاقي جيني فينالدوم واندرسون ونبي كايتا، وقدامهم برده كنا بنلاقي الخط الدفاعي. هل ده كان بيمنع فرقه ليدز يونايتد ان هي تطلع بالكوره؟ احيانا كان بيمنعهم، ولما كان بيمنعهم كان محمد صلاح بيشكل خطوره كبيره جدا على مرمى ليدز يونايتد. محمد صلاح تقدر تقول عليه النهارده ان هو دخل لقى في معركه حاميه جدا ما بين اثنين عباقره على الخطوط، راح مخلصها وقال لك حد بيشوف حاجه. محمد صلاح النهارده نجم المباراه عن جدار، سيبك من ان هو جاب جونين ضربه الجزاء وجاب هدف امتاع وابداع وهدف عالمي جدا، الهدف الثاني اللي ممكن يكون واحد من احلى اهداف الموسم وهو هدف في الجوله الاولى في الدوري، بس هدف وان تاتش عالميه راحت في الثمانيه بالنسبه لحارس ليدز يونايتد. ليفربول النهارده نص ملعبه ما عجبنيش قوي، لان نص ملعبه ما بيعجبش اي حد بيحب ليفربول، فما بالك من اي حد ما بيحبش ليفربول الموضوع بالنسبه له عامل ازاي. جوردن هاندرسون، نابي كايتا، جيني فينالدوم اللي هو جيني فينالدوم ده كومان عايز يجيب لنا جيني فينالدوم. تخيل جيني فينالدوم اللي كان ممكن يخلص المباراه بكورتين قدام خط الدفاع وحارس مرمى ليدز وما قدرش يخلصها، وبعد كده المباراه عماله تسخن. ليدز يونايتد وماروسيو بريسيا ورثوا حاجات كتير قوي لبيب جوارديولا، منها ان انت ازاي تلعب كوره ممتازه وازاي تلعب جيم مفتوح وازاي تلعب بطريقه زي 4-1-4-1، بس مع ذلك ما بتعرفش تدافع ومع ذلك عندك خط دفاع هش ممكن يلبس اهداف، بس خط دفاعك الهش ده قدام ليفربول لا مؤاخذه قدام صلاح وماني وفيرمينيو اللي هم ثلاثه من احسن اللعيبه الموجودين حاليا في العالم، رغم ان فيرمينيو مستواه بعيد شويه بس برضه راجل على الاقل بيشارك مع الثنائي في محاوله لان هم يشيلوا خط الهجوم، علشان خاطر خط النص عنده مشاكل في الامدادات اللي بيديها لهم كلاعيبه هجوميه. المشكله بقى كانت في الامدادات الدفاعيه اللي بيدوها للعيبه اللي تحت، يعني مثلا موريسيو بليسيا راجل من الناس اللي بيحب يبدا على الاطراف، وطبيعي جدا ان هو يبقى رامي هاريسون على تريند الكسندر ارنولد علشان خاطر عارف ان اللي قدامه سواء جيني فينالدوم او نبي كايتا ما بيدافعوش، ومحمد صلاح طبعا مش هيدافع عكس الناحيه الثانيه، فهتلاقي ان ساديو بيرجع يدافع عادي جدا جنب اندرو روبرتسون وبيحاول يقفلوا الجبهه دي، فالراجل كان سهل بالنسبه له ان هو يلعب ناحيه اليمين، وناحيه اليمين قدر يستغلها في الهدف الاول. والهدف الثاني والثالث بصراحه الفرقه بتلعب كوره حلوه قوي، بس عادي احنا اتفاجئنا من الكلام اللي عمله بليسيا جوه الملعب ده اطلاقا، احنا مستنيينه بقالنا فتره طويله جدا علشان خاطر فرجنا على الجمال ده، لان اللي عمله موريسيو بليسيا واللي عمله يورجن كلوب النهارده جوه الملعب اكبر بكتير قوي من ان انت تقعد تخلصه في 5 أو 10 دقائق او ثلث ساعه. ابداع وامتاع، وازاي تعرفك تكتيك اثنين مدربين محجونين كوره ومدرب عنده جنون وعنده عظمه كبيره جدا في التكتيك اللي هو بيحب يلعب بيه، بس مع الاسف الجوده بتاع اللعيبه بتكون نوعا ما بتساعدوش ان هو يخرج كل الشغل اللي هو عايزه زي موريسيو بليسيا. الموضوع بالنسبه له ضايع جدا، انما الموضوع بالنسبه ليورجن كلوب، يورجن كلوب لحد دلوقتي عايز يجيب لعيبه نص ملعب علشان خاطر نص الملعب عنده فيه مشاكل، وحتى كمان لو حب يلعب ناشئ زي جوزيف نص الملعب برضه هيلاقي ان فيه مشاكل، لان الولد محتاج وقت طويل ومحتاج ان انت تديله فرص على مدار الموسم، وما اعتقدش ان فرقه بتنافس على بطولات زي ليفربول مستعده تدي الناشئين علشان خاطر النادي مش عايز يصرف ويجيب صفقات. فالموضوع صعب جدا، هتقول لي مع ميلنر وهاندرسون ونابي كايتا، الناس مستنيه نابي كايتا يقوم بدور صناعه اللعب المتاخره بقاله سنتين، جيني فينالدوم بيحاولوا يلزقوا لبرشلونه وبيحاولوا يروحوا يجيبوا تياجو الكانتارا. نص ملعب ليفربول محتاج كلام كتير قوي عكس نص ملعب ليدز يونايتد. نص ملعب ليدز يونايتد لعيبه لسه طالعه من الدرجه الثانيه بتحاول تثبت نفسها في الدرجه الاولى في البريمير ليج، لعيبه بتحاول ان هي تكون على قدر المساواه مع اللعيبه الموجوده جوه الدوري، لعيبه عندها فكره موجوده من بره من على الدكه ان احنا ما ينفعش نسيب الكوره وقت طويل جدا للخصم بتاعنا، لازم نعمل عليه ضغط عالي من نص ملعبه، لازم كمان واحنا في الحاله الدفاعيه نكون بندافع واحنا متعادلين علشان خاطر ما ينفعش ان انا اخسر قدام ليفربول في اول مباراه. انا شفت المباراه بالطريقه دي، انا شفت ان موريسيو بليسيا ما كانش عنده اي مانع ان هو يطلع تعادل وممكن كمان يخطف ويروح مرتده يجيب بيها هدف، انما كان عنده مانع ان هو يطلع خسران، وعلشان كده كنا بنشوف ان ليدز يونايتد كان بيتحول هجوميا لما يجي في الهدف الاول ولما يجي في الهدف الثاني ولما يجي في الهدف الثالث، لقينا ان الفرقه بتتحول انما ما لحقوش يتحولوا من بعد الهدف الرابع لان المباراه كانت قربت على النهايه، مباراه ممتازه
لو هتتكلم على اخطاء دفاعيه فالاخطاء الدفاعيه كبيره جدا من جانب ليدز يونايتد، بس عادي جدا انك تغلط في اول مباراه ليك في البريمير ليج، وكمان وانت بتلعب ليفربول يعني بتلعب خط دفاع خط هجوم نوعا ما متوسط، لا انت بتلعب عتاوله زي صلاح وزي ماني وزي فيرمينيو. صلاح اللي النهارده تقدر تقول عليه ان هو نجم المباراه الاول جنب هاريسون وجنب المهاجم بتاع ليدز يونايتد. انا اسف ان انا مش متذكر الاسماء لان طبيعي جدا فرقه يعني فرقه فاجئتنا احنا موريسيو بوليسيا، الافكار بتاعته مش مفاجئانه، بس اللي فاجئنا تطبيق اللعيبه جوه الملعب، وان اللعيبه ما عندهاش رهبه ولا عندهم اي خوف من ليفربول البطل المهيمن على انجلترا السنه اللي فاتت. بالعكس تماما، الناس بيحاولوا ان هم يكونوا على قدر المساواه ما بينهم وبين لعيبه ليفربول، بنلعب ضغط عالي قدام ليفربول واحنا خسرانين واحد، عشان بالنسبه لنا واحد زي اتنين زي ثلاثه. في كل مره لعيبه ليدز يونايتد كانت بتلبس الهدف الهدف التاخر كانوا بيحاولوا ان هم يرجعوا في النتيجه، كانوا بيحاولوا يضغطوا، وده اللي كان بيخلي فيه مساحات كتيره جدا بتظهر لصلاح ومانيو فيرمينيو، بس مع الاسف الشديد كان جيني فينالدو هو اللي بيضيع الكوره، فكانت حاجه عجيبه جدا وحاجه غريبه. بس اقدر اقول ان محمد صلاح حرفيا عمل جبهه ناريه لوحده علشان خاطر تريند ارنولد كان عنده مشاكل مع هاريسون. الراجل ممتاز والراجل بصراحه جناح رخم، وكليك برده لاعب ممتاز، وكان عندهم هرنانديز النهارده ما كانش في الفورمه قوي، والراجل الناحيه الثانيه برده كان بيحاول ان هو يغطي على ساديو ماني واندي روبرتسون، لان 4-1-4-1 انت بتهاجم من ناحيه الشمال، فناحيه اليمين بتخلي الراجل اللي موجود ناحيه اليمين يدافع قدام الاثنين الباك والهاف، وخصوصا يعني لو الهاف والباك اندي روبرتسون وساديو ماني، فلازم الراجل يدافع غصب عن بوزو. غير اللاعب الموجود في نص الملعب في 4-1-4-1 احيانا كان بيزيد معاهم في نص الملعب، واحيانا ثانيه كان بيدوم يلعب معاهم كمساك ثالث او كلاعب ظهير ثالث في عمق الملعب، علشان خاطر الطريقه كانت بتحول لثلاثه تحت، وتسيب الفرقه الاطراف تطير وتسيب لعيبه من نص الملعب تطير، والكلام ده والفرقه خسرانه. انما والفرقه متعادله كانوا بيلعبوا جيم دفاعي علشان خاطر عندنا امل ان احنا نخطف الكوره ونروح نجيب هدف، انما هم ما كانوش بيفتحوا غير لما كانوا مجبرين ان هم يفتحوا. ليفربول تقدر تقول عليه ان هو محتاج اضافه ضروريه جدا في نص الملعب، ما ينفعش انك تكمل بنفس اللعيبه هم وتدور على نتائج مختلفه. معلش مش كل مباراه محمد صلاح وماني وفيرمينيو هيكونوا عباقره وعباطره جوه الملعب، الناس النهارده قدمت مستوى ممتاز تحديدا صلاح. وماني برده ماني في كلا المباريات وفي كلا حالاته واحد من احسن اللعيبه اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيرمينيو برضه اقدر اقول لك ان هو لسه عنده شويه علامات استفهام ولسه عنده اداء، بس النهارده ليفربول وليدز يونايتد قدموا لنا متعه ممتازه جدا للعين اللي بتتفرج على مباراه في الدوري الانجليزي. كانوا منتظرين الكلام ده من بليسيا ويورجن كلوب، والحمد لله ان هم ما خذلوناش وورونا مباراه ممتازه جدا، مباراه هنفضل فاكرينها لحد ما نشوف مباراه الدور الثاني اللي بنتمنى ان هي تكون بجمهور، ووقتها ليدز يونايتد هو اللي هيستقبل ليفربول، ونتمنى برضه ان هم يفضلوا الاثنين على نفس الحال. توقعات ليدز يونايتد، بشوف ان ليدز يونايتد هياخد مكان شيفيلد واحتمال يوصل لليوروبا ليج السنه الجايه. ما توقعش ان ليدز يونايتد بالاسلوب الحالي بقى ده اللعيبه الحالي ممكن يهبط، الموضوع هيكون مرهق نفسيا لكل مشجعين على كره القدم، لان بعد المباراه اللي احنا شفناها دي حبينا ليدز يونايتد وبدانا نحاول نحفظ اسماء لعيبه ليدز يونايتد. اما ليفربول فكل مطالب من البطل ان هو يستمر في الرحله بتاعته للنهايه، وتستمر انت كمان معايا للنهايه في رحله الدعم للقناه بتاعتي. مش تخسر حاجه لو عملت لايك ولا تخسر اي حاجه لو عملت سبسكرايب.